الطلاب اللي شريحة مجموعهم بتقع فيه حاصلين على مجموع 385.5 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى لشعب العلم. الحد 3-8 حاصلين على مجموع 377.5 درجة حتى 385.5. الاثنين الحاصلين على مجموع 370.5 حتى 377.5. يوم الثلاث 5-8 الحاصلين على مجموع 360-370.5. الأربع 6-8 الحاصلين على مجموع 330 لأقل من 360. يا ريت إن الطلبة يدخلوا بياناتهم بدقة وبدوعة وبما تفق ورغبتهم، دي بتساعدنا إحنا كمان جدا في إدخال البيانات. حرصنا على إنه اللي عنده شكوى اللي عايز يعرف معلومة، وأنا دايما بقول المعلومة ناخدها من مصدرها. مهم جدا ناخد المعلومة من مصدرها، عشان كده زي ما حضراتكم عارفين كان فيه خط ساخن موجود، وكنا عملنا موقع التنسيق اللي هو www.tansiq.egypt.gov من government طبعا .eg اللي هي من ايجيبت، وبوابة الحكومة الإلكترونية www.egypt.gov.egypt.